بسم الله، نكمل بقى كرامنا في الاكشنج سيرفر 2013. النهارده المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم على الداتابيس باك اب. طبعا المحاضره بتاعت النهارده وكم محاضره تاني كده ان شاء الله قدام هنتكلم على جزئيه الباك اب داتابيس. في محاضره النهارده هنتكلم في جزئيه الباك اب الخاصه بالداتابيس. احنا عملنا قبل كده اما جينا اتكلمنا في الاكشنج سيرفر كنا عملنا اكتر من داتابيس. كنا عملنا الداتابيز اللي هي بتاعت امبلوي، وعندنا اللي هي الجورنال، وعندنا المانجر، وعندنا الداتابيز اللي هي نازله باي ديفولت مع مين؟ مع الاكشنج سيرفر. وكنا رحنا عملنا بارتيشنز. عملنا البارتيشنز ده، عملنا اول بارتيشن عندي وعملناه ده الميرورد، وعملنا بارتيشن تاني عملناه ريد 5 وحطينا عليه الداتابيز، وحطينا الميرورد ده حطينا عليه اللوج فايلز. طيب ونقلنا عليه اللوج فايلز في البارتيشن الثاني لوحديهم خالص. انا دلوقتي عايز اعمل باك اب للداتابيز دي، عايز اعمل باك اب للداتابيز دي. احنا اتكلمنا عن السيركولار لوجن، قلنا لك ان الطريقه بتاعه السيركولار دي اما جينا اتكلمنا على الداتابيز قلت لك ان انا عندي حاجه اسمها سيركولار في المينتننس. قلت لك اللي هي انيبل سيركولار دي لوجن، قلنا لك احنا بنعملها في حالات قليله جدا جدا جدا، ان انت ما يكونش عندك سايز معين، سايز على الهارد بتاعك. فكنا بنروح اول ما بندوس على انيبل سيركولار دي كان بيروح يعمل ايه؟ كان بيروح يكتب على ملفات اللوج اللي المفروض ملفات اللوج دي تنشا اول ما يحصل اي ترانزاكشن على الداتابيز بتاعتي. كان بيروح يسجلها في اللوج فايل، بعد كده اللوج فايل كانت بتروح جوه فين؟ كانت بتدخل جوه الاي دي بي فايل. احنا بعت هنا قلنا لك ان موضوع الانيبل سيركولار لوجن ده قلنا لك ان هو بيستخدمها في حاله ان هو بيعمل اوفر رايت على الملفات اللوجز بتاع الداتابيز. طيب انا دلوقتي عايز اخد باك اب للداتابيز بتاعتي بقى. انا عايز اخد باك اب، ودي طبعا المفروض الشغلانه الاساسيه بتاع الاكشنج ادمن بتاعي ان هو يكون متفرغ للباك اب. حياتك الباك اب، زي ما انا اتكلمت قبل كده قلت لك ان انت الباك اب ده هو الدنيا كلها، عشان لو حصل لك حاجه وترانسمت مثلا او جالك رانسام وير انت حضرتك بتلحق نفسك عن طريق ايه؟ ان انت بترجع الباك اب بتاعك، بتعمله ريكفري او ريستور للباك اب بتاعك. احنا النهارده هنتكلم هنعمل بقى باك اب بتاعي، هنعمل الباك اب عن طريق هننزل ايه الفيتشرز بتاعتنا اللي هي عندي هنا في تولز. هتلاقي عندك حاجه اسمها ويندوز سيرفر باك اب. طب حد يقول لي يا باشمهندس ما اشتغلناش بالسيمانتيك او الاكرونس او الفيم او اي حاجه من الحاجات دي. احنا في كام محاضره قدام ان شاء الله هنتكلم فيهم على لو احنا هنتكلم فيهم على ان احنا ناخد باك اب بسليوشن باك اب بعيد خالص عن الباك اب بتاع الويندوز. هنيجي هنا هناخد ندي الجهاز ده اي بي. وليكن هنقول له كده هنديله 172.20.20.207 255 255 255. هنقول له مثلا 172.20.20.20 ودي الناس 172.20.20.200. طبعا هنعمل اول حاجه هنعمل المكنه دي جوين على الدومين. هنقول دي مثلا نسميها باك اب الدومين بتاعنا، هنقول له abc.com. ادمنستريتور نافذ مرمار الفاير وول. اوكي وامر ستارت. زي ما قلت لك ان احنا هنشتغل على الباك اب ده، هننزل الباك اب الفيتشرز بتاع الباك اب الخاصه بالويندوز سيرفر 2012. هنسمي دي المكنه دي مثلا باك اب سيرفر.
هنيجي هنا طبعا الويندوز عمل ريستارت، هنقدر نخش بالادمنستريتور. طبعا هنيجي هنا نعمل هارد، نضيف هارد هنا كده، خلي الهارد مثلا ايه 500 جيجا. على كمبيوتر مانجمنت، نقول اونلاين انيشاليز نيو سيمبل فوليوم، هنيجي هنا هنقول له ايه ويندوز سيرفر باك اب. اول حاجه لازم طبعا تعرفين ننزل الرول الرول الفيتشرز الاول. هنيجي هنا نقول له اد اند ريموف اد رول اند فيتشر، هنيجي هنا نقول له اد رول اند فيتشرز، نقول له نيكست نيكست نيكست. انا عايز انزل الرول اللي اسمها ويندوز سيرفر باك اب، الفيتشرز دي اسمها ويندوز سيرفر باك اب، اقول له نيكست انستول. كده انزلها اقول له كلوز. هنيجي هنا عند ويندوز سيرفر باك اب، مش كده هنقول له باك اب وانس ديفرنت اوبشن فول. طبعا احنا هنقول له ريموت، هنجيب بقى تي الشير، طبعا هنشير البارتيشن بتاع الداتابيز، هنقوله شيرنج ادفانسد شير شيرز فولدر، هنقوله هنا ادمنستريتور، نديله فول كنترول. ناخد الباص ده كده كابي، هنيجي هنا نحطه كده الباص. طبعا جايب لك بص جايب لك ايه ادي السي، احنا طبعا هناخد الاي نيجي هنا نقول له باك اب. هنزل يا جماعه الفيتشر، هنزل الفيتشرز دي على الاكشنج سيرفر على طول، هنقول له ويندوز سيرفر باك اب انستول. هنضيف هنا هارد تاني،
مثلا 300 جيجا. لما ينزل كده هنروح هنا على كمبيوتر مانجمنت، يعني هنا ديسك مانجمنت، نسمي الفوليوم، هنيجي هنا في تولز هنقول له ويندوز سيرفر باك اب، هنقول كده باك اب وانس، هقول له نيكست. طبعا احنا مش هناخد من فول سيرفر، انا هقول له عايز كاستم، هقول له اد ايتمز. طبعا احنا عايزين هناخد منين؟ احنا هناخد من بارتيشن الداتابيز اللي هي على الجي، وهناخد اللوك فايل اللي هي على الاف. خلي بالك بص كده، لو انا مثلا جيت على الداتابيز بتاعت المانجر، شايف كميه اللوك فايل قد ايه؟ شايف كميه اللوك فايلز عندي قد ايه؟ وشايف مثلا لو انا جيت هنا في امبلوي قد كميه اللوك فايل عندي، هتشوف شايف حجمها قد ايه. ده كله طبعا هيقل خالص 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 بمجرد ما احنا خدنا باك اب. هتلاقي اول ما ناخد باك اب هتلاقي الحجم ده قل خالص. هنيجي هنا هنقول له انا عايز اخد من الجي، عايز اخد الاف وعايز اخد الجي. هناخد الاف والجي اللي هناخد اللوج، دي ملفات اللوجز. يعني احنا ممكن هنا نقول له رنيم، دي نقول له اللوج فايل. ودي هنسمي البارتيشن ده، هنسميه ده الداتابيز. يبقى انا هاخد اللوج فايل وهاخد الداتابيز. هقول له اد ايتمز، هقول له انا عايز اخد الاف، ادي اللوج فايل عندي اهي، وعايز على الجي، عايز اخد بارتيشن، عايز اخد الفولدر بتاع الداتابيز. بص كده لو انا جيت هنا في ادفانسد سيتنج، يبقى انا اخترت ايه دلوقتي؟ اخترت اللوج فايل واخترت الداتابيز. لو انا جيت هنا وقلت ادفانسد سيتنج، هتلاقي عندك في اختيارين، في عندي حاجه اسمها اكسكلوجن وعندي حاجه اسمها الفي اس اس سيتنج. اكسكلوجن طبعا يعني انا لو انا قلت له اد ايتمز، انا هضيف حد، يعني هعزل حد. يعني ايه هعزل حد؟ يعني انا هختار حد بقى، يعني اما اجي اخد باك اب معين مثلا في اللوك فايل، لا انت هتاخد كل اللوك فايل ما عدا مين؟ ما عدا امبلوي، انت بتشيل حاجه معينه منه. طب ايه ايه قصه الفي اس اس سيتنج؟ الفي اس اس سيتنج دي هتلاقي عندك حاجتين، هتلاقي عندك حاجه اسمها في اس اس فول باك اب، وهتلاقي عندك اس اس كوبي باك اب. الفي اس اس دي بيقول لك ايه؟ ده حضرتك بيقول لك choose these options if the you are not using any other product to the backup application. These options update the backup history of the each of the file and clear the application log file. يعني هنا هيعمل لك ايه؟ هنا هيشيل لك كل اللوج فايلز اللي عندك. يعني هنا ده لو مش هختار البرودكت تاني، لو انا مش هختار اي برودكت تاني غير
اللي هو ده، انا بتكلم ده هنا بتكلم، لو انا مش هختار مش هحط عندي اي برودكت تاني، يعني مش هحط مثلا ايه باك اب اكزيك، مش هحط اكرونس، مش هحط فيم، مش هحط اي حاجه من الحاجات دي. هنا بيقول لك خلي بالك انت لو شغلتني هنا مش هت... انت هنا مش هتختار اي برودكت تاني عشان تعمل باك اب للابليكيشن بتاعك. انا بعمل باك اب للهيستوري، وبعمل ابليكي وبعمل كلير للابليكيشن لوج فايل، بمسح اللوج فايل بتاعتك كلها. هنا بقى الفي اس اس كوبي، باك اب. انا بقول لك تشوز ذس اوبشن اف يو ار يوزنج انذر برودكت، لو انت هتختار اي برودكت تاني، تو باك اب ابلكيشن ذات ار اون ذا فوليومز انكلودد ان ذا باك اب، ذا اوبشنز ريتينز ذا ابلكيشن، ذا ابلكيشنز لوج فايل. يعني لو انت بياخد باك اب باي نوع تاني، هو هيعمل ايه؟ هو هيعمل الباك اب بتاعك كوبي بيست، يعني هياخد نسخه من اللوج فايل والداتا بيس كانها كوبي بيست. طبعا كوبي بيست انا مش محتاج كوبي بيست، انا محتاج انت حضرتك تعمل ايه؟ تمسح لي اللوج فايل، فانا هختار له الفي اس اس فول باك اب، اختار له الفي اس اس فول باك اب، هقول له اوكي، اقول له نيكست. طبعا بيقول لك حضرتك انت هتحط هنا على لوكال درايف ولا هتعمل ريموت، هتعمل ريموت لمكان معين، هتحطه على مكان معين. اقول له طبعا انا عايز اعمله ايه، اخليه لوك. طبعا انا عايز اقفل الشير ده، اقول لا انا عايز اخليه لوكال درايف، نيكست. بيقول لك انت هتحطه على انهي بارتيشن، طبعا البارتيشن اللي فاضي عندي اللي هو الاتش، هاجي هنا وهعلم على مين، اعلم على الاتش. طبعا الاتش بيقول لك ايه توتال سبيس ان باك اب ديستنيشن، هو 300 جيجا البارتيشن ده، 300 جيجا. بيقول لك فري سبيس ان ان باك اب ديستنيشن هو 299 وكذا، يعني هو اللي باقي كذا. طبعا انتوا عارفين عشان الموضوع بمجرد ما هو فرمت وعمل كلاسترنج وعمل سيكتور، وهو بيدي لنفسه كام ميجا كده يعني. هقول له نيكست. طبعا هو قال لك انا هاخد باك اب من اللوج ومن مين، الداتابيز. هقول له باك اب، هيبدأ بقى يبدأ ياخد الباك اب بتاعي. بص حضرتك بقى لو جينا هنا على البارتيشن هتلاقي بدأ كاريت لك ايه ويندوز ايمج باك اب، وهيبدأ يحط لك ادي الميل، هيبدأ يحط لك الداتابيز بتاعتك. طبعا بدأ يعد اهو، انت حضرتك دلوقتي بتحمي نفسك بقصه الباك اب ده، اهم حاجه عندك الباك اب ده. والباك اب ده يفضل، ان هو ما يكونش على لوكال ستورج. يعني ايه لوكال ستورج؟ يعني ما يكونش راكب على الهارد بتاعك زي ما احنا مركبينه كده، وبتاخد باك اب مانوال كده كلوكال يعني. او لو انت هتروح تحط باك اب لوكال كده، يبقى انت حضرتك معاك هارد اكسترنال، بعد ما بتخلص الباك اب تاخد الباك اب وتشيله. طب انا هخلص الباك اب بتاعك اهو كومبليتد، او تحطه في انذر لوكيشنز. يعني ايه انذر لوكيشن؟ يعني يكون حضرتك بترمي الباك اب بتاعك في مثلا فرض اكسترنال على تيب درايف على اي حاجه، وبعد ما بتخلص بتروح تعمل ايه، بتروح تشيله المكان. طبعا هنا برضو ادي خد جيجا في شويه اهو، قال لك كومبليتد كده، خد باك اب اهو، بصوا كده دي خد 4 جيجا وشوية. لو انا قلتله التوتال باك اب دي واخد 810 ميجا، ادي الميل اللي هو السيرفر ميل بتاعي، ادي الباك اب اللي خده، ادي شكل الباك اب بتاعي. خلي بالك من شكل الباك اب ده عشان هو هيكون مختلف عن الباك اب اكزيك وعن الاكرونس وعن الفيم وعن كل نوع من انواع الباك اب ده، بيبقى ليه شكل معين. بص ادي اللوجز بتاعتي. طب انا بقى لو جيت هنا، بص معايا، لو انا جيت هنا على ملفات اللوجز بتاعتي دي، شوف عمل لك ايه، شاف كميه ملفات اللوجز شالها ازاي، واصبح ملفات اللوجز عندي 29 ميجا بس، اللي هي كانت مساحتها 200 وحاجه.
نفس الكلام مثلا لو انا جيت هنا في امبلوي شايف ملفات اللوجز قلت ازاي. هو عامه زي ما انا قلت لك قبل كده في الشرح بتاعنا، قلت لك ان الباك اب بيروح يضغط لك ملفات اللوجز دي كلها خالص، بيطيرها لك، يعتبر بيدلت منها حاجات كتيره. يعني بيدلت، هو ما بيدلتش، هو بيدخلها لك جوه الاي دي بي فايل، والحاجات اللي ملهاش لازمه اللي خد اللي مكتوب عليها بيروح يعمل لك عملها ايه، ديليت. خلي بالك ان انت المفروض كمان اما تيجي كمان تاخد الباك اب يفضل ان انت تروح كده على من ضمن الحاجات تاني، تيجي هنا على تولز، تيجي هنا على السيرفيسز، تيجي هنا عندك السيرفيس اللي هي الانفورميشن ستور، مايكروسوفت اكسشينج انفورميشن ستور، نيجي كده نعملها ستوب وناخد باك اب تاني. يعني طبعا هو بيقول لك يفضل ريكومند، مايكروسوفت بتقول لك ريكومندد ان انت حضرتك تكون مقفل انفورميشن ستورز كده وتروح تاخد باك اب تاني. ناخد نقول له باك اب وانس تاني، نقول له كده في الباك اب لوكال، نحط على الاف نحط على الاتش هنا. طبعا هو الاتش اللي احنا حاطين عليه الباك اب صح، الاتش نيجي نقول نجست في ايتمز هنا، نقول له مثلا خلينا بسكادول، كاستم ايتمز هنعلم كده على الاف، ناخد اللوج ونعلم على داتابيز، هنقول له ادفانسد، احنا عايزين الايه الفول باك اب، قول له اوكي نيكست. هتقوله بيقول لك انت ديلي، هنقول له مثلا ديلي نخليها مثلا الساعة 10:30 مثلا، نيكست. بيقول لك ان هنحط الباك اب بتاعك على الهارد ديسك ده ولا حط على فوليوم معين، هخليه على الهارد طبعا، هيقول لك شوف فوليوم هارد، طبعا احنا نحط على الاتش 300 جيجا، نيكست. طبعا مساحته بيقول لك اليوز سبيس 3 وحاجه جيجا، اقول له فينيش، يبدا يمسح وياخد ياخد باك اب. خفى لك الهارد، زوره تاني، بعد 3 دقايق بقى تعمل ايه، هيبدأ ياخد باك اب، نقول له باك اب وانس برضه دلوقتي، هناخد اكتر من باك اب،
بدأ يشتغل اهو، خلص اللوج ب 135 ميجا كلهم، الداتابيز كلها جيجا وثلاثة من عشرة. كده خلص. طبعا خلي بالك ان هو بعد دقيقة برضو هيشتغل السكادول بتاعنا. خلاص 2 باك اب اهو، في باك اب هيشتغل بعد دقيقة. المفروض كده في باك اب دلوقتي هيشتغل اهو. الباك اب بتاعي كله طبعا هنا، كده زي ما قلت لك هو بيعمل ايه، بيكاريت باك اب تالت اهو. ده طبعا لك على كومبليت ويز وورنينج، في وورنينج هنا هنا سكسسفولي. طبعا هنا ده هيخلص ويقول لك سكسسفولي. سكانينج فاير باك اب بروجريس. خد لك الباك اب تالت مرة مش كده. هنقفل لحد كده وهنعمل ريكفري في محاضرة تاني.